يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أحد طلبة العلم وهو يبين أن من وقع في الشرك فهو كافر، قال: لكن الذي يحكم عليه بالكفر والردة ليس هو لأي أحد، حتى العالم والإمام في العلم، وإنما ذلك للقاضي، لأن هذا حكم. هذا ما الحكم بالردة؟ هذا عند القاضي، لأنه بيقتل. لكن أنه يقال هذا شرك، هذا كل يقوله، كل من عنده إيمان يقول هذا شرك. نعم، يحتاج الروح للقاضي. نعم.